أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعين الأوفياء أينما كنتم، مباشرة من مدينة الصخيرات هنا بجنبات المشاريع الخاصة بقاطني دور الصفيح بمدينة تمارا. ممكن نشوفوا جميع هنايا مجموعة من الشقق أقصى اليمين وأقصى اليسار، هنا شقق مشروع الفردوس، هنا جروب أ واحد والبي واحد هم اللي غندخلوا لهم الاولين هنا على اليمين ديالنا. كما كتوضح الصوره هذا جروب ا واحد على اليمين ديالنا، وهذا اللي في اليسار ديالنا انا انفاس معاه البي واحد. صور حصريه اليوم الخميس. الاشغال هنا في كل مكان، اللمسات الاخيره قبل التسليم ان شاء الله. هنا مشروع الفردوس، شقق مميزة بواحد الفصالة اللي هي زوينة. هنا كنهضروا على المؤسسة الإعدادية اللي جات كتواجد في الجنبات ديال بي واحد. بي واحد هنايا مشروع الفردوس، هنا كنهضروا على الإعدادية، المؤسسة اللي هنا صافي دوزوا لها الصور ديالها، داز فيها المرطوبة الإخوان والأمور قطعت أشواط متقدمة. هنا الجروب بي واحد والأ واحد اللي فتناهم، وهنا في اليسار ديالنا غادي ندوزو للسي والدي. كما كتشوفوا هذا المشروع اللي قدامنا انا مشروع البساتين ومشروع المنظر الجميل. هنا كنشوفوا المؤسسة التعليمية، هنا المدرسة، هنا الاعدادية الاخوان. كما كتشوفوا مراحل متقدمة في الاشغال، والامور كتبشر انه الموسم الدراسي الجديد غيقراو الوليدات هنايا. هذه من جهة، من جهة أخرى غادي نغيروا معكم المسار مباشرة وغنكملوا في الاتجاه ديال المشروع ديال الفردوس. هنا خلينا في الخلف ديالنا الجروب أ واحد والبي واحد، هنا عندنا الدي واحد، هذه الدي واحد قدامنا، وحدة الدي واحد عندنا السي واحد. واضحة الإخوان، كنشوفوا تبارك الله الشقق راهم جاهزين، وداك الشيء تبارك الله مشمش مبهج. اللهم بارك الإخوان، فرق كبير بين البراكة والشقة، السكن لائق ماشي هو السكن العشوائي الغير لائق. فكنشوف امور لي ايجابية هنايا. هنا الاخوان السي واحد، هذا السي واحد تبارك الله الخوت، داكشي تبارك الله بعض الروتوشات اللي كان في الطريق هنا غيركبوا بعض الاعمدة الكهربائية. كنشوفوا اشغال كبيرة كدار في المشروع حاليا، لمسات اخيرة من اجل يعني التحضير للمرحلة ديال تسليم الشقق، واللي تقريبا من المحتمل، من المحتمل الاخوان واحد شهرين تقريبا. فكنشوفوا تبارك الله الاشغال هنا في الجنبات متواصله. هذا اللي في اليمين ديالي دي واحد، واللي في اليسار سي واحد، ا بي سي دي او اف. الاو الاخوان هو هذا اللي في اليسار ديالي، والاف هو هذا اللي في اليمين. البارح وريناكم العماره رقم واحد وجوج، واعطيناكم العماره رقم اربعه كذلك اللي فيها 8 شقق فقط. فكنشوفوا الاشغال تبارك الله على قدم وساق، والعمليه تبارك الله ديال التحضير غادي بواحد الوتيره اللي هي مزيانه، واللي غتعطينا ان شاء الله عما قريب غادا تعطينا ان شاء الله امور متقدمه في الاشغال. فنتمنوا من الله الخير والتيسير، ونشوفوا امور اللي هي ايجابيه. دائما مباشره من مشروع الفردوس، الطريقه دي دوبل فوا اللي كنشوفوا قدامنا، فهي اللي كتفرق بين الفردوس واحد والفردوس جوج. وبحكم كاين الاشغال الاخوان هنا، فغادي نحاولوا نديروا واحد دوميتور. فتبارك الله هنا كاين الطق والسكات الاخوان تبارك الله، هادشي كيبشر بالخير، هادشي كيبشر بالخير الاخوان، وغادي يعطينا ان شاء الله امور اللي هي ايجابيه عما قريب ان شاء الله. فالشقق كتشوفوا قدامنا تبارك الله راهم جاهزين، الشقق جاهزين الاخوان هنايا. كنشوفوا امور مهمه هنايا صراحه بمشروع الفردوس بمدينه الصخيرات. هنا كنبغي ناكد واحد النقطه واللي هي غايه في الاهميه، كتعلق بالناس اللي داروا القرعه على مشروع الفردوس. الناس اللي داروا القرعه يحاولوا يسولوا الوضعيه القانونيه والماليه ديالهم، لان ان شاء الله احتمال كبير ان التسليم هنا ما غاديش يتعطل على واحد 60 يوم ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناه ومتمنياتنا، ان الناس يدخلوا الشقق ديالهم ان شاء الله عما قريب. والناس ديال الشركه تبارك الله راه كيقوموا بواحد المجهودات كبيره يعني من اجل ان شاء الله ان الناس يدخلوا السكن ديالهم عما قريب.
فمن خلال الامور والصور اللي كنشوفوا قدامنا فتبارك الله جاي الخير القدام. هذه هي المدرسه الاعداديه اللي هضرنا عليها الاخوان هنا خلف هذا البوست. هذا كنشوف واحد البنايات اللي جاوا في الجنب ديال مسجد خديجه ام المؤمنين. هنا الاشغال ديال المدرسه، التعليم الثانوي، عمليه الحفر متواصله، ومني كدوز عمليه الحفر فمباشره غادي نشوفوا الساس وغادي تكون امور اللي هي مزيانه ان شاء الله. هنا المدرسه تبارك الله قطعت اشواط متقدمه، التعليم الاعدادي، واللي ان شاء الله غادي يكون جاهز للموسم الدراسي الجديد. الطريق دوب الفوال الاخوان غتخرج لنا في مستقبل الايام اتجاه المدرسه ديال النيل الخاصه اللي كتبان لنا من هنا. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على المدارس الخصوصيه، فمدرسه خصوصيه الاخوانيات اللي مصبوغه هنا بالابيض وبالزرق والاحمر، جات بين مشروع البساتين ومشروع المنظر الجميل والكرامه. هذه المدرسه هذه اللي فيها التعليم الاعدادي والثانوي، وبالنسبه للابتدائي الخصوصي فعندنا في مدرسه الحموتي اللي جات في الجنبات تما. فان شاء الله غادي يكون فيديو خاص عليها ان شاء الله، فمرحبا بكم والله يسخر الامور. دائما من اجل المواكبه ديال اخر التطورات ما عليكم غير تشتركوا معنا في القناه، ودائما غيوصلكم الجديد ديال قاطيني دور الصفيح بمدينه تماره والسخيرات. هنا اخر اللمسات والرتوشات هنا بالجروب بي واحد. اكيد العمليه ديال الترقيم، العمليه ديال الترقيم غتبدا عما قريب ان شاء الله. بالنسبه للشقق ديال البي واحد كنشوفوا العمارات ترقموا، هنا كنشوفوا العماره رقم 7 في اليسار ديالنا. مجموعه من الامور الاخوان اللي كدار هنايا كتبشرنا انه جايه امور مزيانه القدام. هذه العماره الاخوان اللي في اليمن ديالنا هنا لوكال كوميرسيال، هنايا امور اللي غتكون تجاريه ان شاء الله، يعني ما عندهاش علاقه بالسكن الاخوان، ما عندهاش علاقه بالسكن. هذا هو اللي كاين هنا في اليسار ديالنا الجروب بي واحد، القدام ديالو عندنا الأ واحد. وكما كتشوف هذه الطريق اللي كتخرج مباشره لشارع الحسن الثاني. كاين امور اللي هي مهمه هنايا، فنتمناو من الله ان الامور يعني تسرع من ناحيه تسويه الوضعيه ديال الملفات، يعني في تسويه الوضعيه الماليه والقانونيه، وان شاء الله غادي يكون غير الخير، ان شاء الله غادي يكون غير الخير. انا الاشغال تبارك الله تمارير الاسلاك هنايا مستمر. انا المسجد ديال خديجه ام المؤمنين، اللهم يسر الله يسخر الامور. اللي كنبغي ناكد عليه في الفردوس واحد وجوج، عندنا الكرامه 3 و4 و2، عندنا ارقام كبيره ديال مجموعه من الشقق، ربما كنهضروا على ازيد من 5000 شقه تقريبا اللي غتكون عندنا جاهزه ان شاء الله عما قريب. الاشغال على قدم وساق، وعمليه الاسفلت غادي نشوفوها في الايام القليله القادمه ان شاء الله، واللي غادي تعطينا صراحه اشارات قويه على اقتراب المراحل الحاسمه ما قبل تسليم الشقق من امام مسجد خديجه ام المؤمنين. اسال الله العظيم ان ييسر اموركم ويدخل عليكم هذا السكن بالصحه والعافيه وبالرزق الوافر ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.